حول الجذور التاريخية وتطييف الصراعات الإقليمية. ولدينا في هذا المحور أربعة أساتذة كرام، سيتحدث كل منهم في موضوعه في حدود 15 دقيقة لنمسح المجال بعد ذلك لحوار حول الأوراق الأربعة. اسمحوا لنا أن نبدأ أولا بمحاضرة الأخ الدكتور محجوب الزويري. والدكتور محجوب هو باحث أردني وأستاذ في تاريخ الشرق الأوسط المعاصر ورئيس قسم العلوم الإنسانية في جامعة قطر، وهو حاصل على الدكتوراه في تاريخ إيران الحديث من جامعة طهران عام 2002، ويعمل أستاذ زائر ومديرا لمركز الدراسات الإيرانية في معهد دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة طهران في المملكة المتحدة، والدكتور إصدارات ودراسات اللغات العربية والإنجليزية والفارسية. إذا اسمحوا لنا أن نبدأ مباشرة مع الدكتور محجوب الزويري. أسأل الله صباح الجميع. الحقيقة الحديث عن البعد المذهبي من وجهة نظر تاريخية أو استخدام منهج تاريخي في دراسته يحتل أهمية كبيرة. نسأركز عليه في دقائق ممنوحتي هو ثلاث قضايا أساسية. القضية الأولى تتعلق بلماذا الحديث عن الخصومة المذهبية بين أو في الحالة الصفوية والعثمانية. ثم سنتحدث عن بعض الملامح لهذه الخصومة المذهبية، وربما نختم بعض الاستنتاجات السريعة عن ارتباطها في الوقت الحاضر. هناك استدعاء للتاريخ دائما عند حدوث أزمات سياسية، ولعل المثال الواضح على ذلك هو الكثرة من استخدام الصفوية في المادة الإعلامية التي تتحدث في وصف إيران تحديدا. وهذا ربما تجدونه يعني إذا وضعتم صفوية على محرك جوجل ستجدون ملايين الاستخدام لها في سياق العشر سنوات الماضية. هذا مؤشر على نقطة استدعاء التاريخ في محاولة الحديث وإثبات أن هناك مشكلة لها جذور تاريخية بين السنة والشيعة. في القرن السادس عشر حصل حدث مهم في إيران، وهو أن تحولت إيران إلى دولة شيعية اثني عشرية. هذا التحول كان في الجهة المقابلة دولة عمرها ثلاثة قرون، الدولة العثمانية مستندة إلى المذهب السني. في ذلك الوقت أول حضور للفكرة المذهبية ظاهرة هي أن ما قام به الشاه إسماعيل مؤسس الدولة الصفوية أنه فرض على المدن التي فتحها حسب التعبير باللغة الفارسية، فرض عليه تغيير المذهب. وتغيير المذهب على ما هو آنذاك هي أن يسب الصحابة رضي الله عليهم أبو بكر ومعهم. ولذلك عندما هاجموا مدينة تبريز استخدم كلمة ترجمتها في العربية سأحضر أو سأخرج رفات أبيك من تحت الأرض في ذلك دار الميلاد. فكانوا يهاجمون الناس في المساجد ويقولون إما أن تغيروا مذهبكم أو دليل على شديد العقوبة سنحضر رفات الوالد من تحت الأرض إمعانا لاستخدام القوة. هذا الأمر كان السيف، يعني بالسيف استطاع أن يصنع شيئا، لكنه في المقابل كان يواجه مشكلة من نوع آخر، وهي أن المجتمع الإيراني لم يكن فيه علماء يعرفون المذهب الاثنى عشر كفاية حتى يمكن استخدامهم أو يمكن الاستفادة منهم. ويقول أهم كتب التاريخ في ذلك الوقت أحسن التواريخ يقول أنه لم يكن في إيران، أنا أقول كان كتبنا لم يكن في إيران من يعرف أصول المذهب. فماذا كان الحل؟ كان الحل أن يستخدم علماء المجتمع العام ومن الإحساء في شرق المملكة العربية السعودية الحاضرة أو شبه الجزيرة العربية تاريخيا،
ومن البحرين، ويستند إلى هؤلاء العلماء في تحويل المجتمع الإيراني إلى شيعي اثنا عشر. في ذلك الوقت هذا المسار الداخلي كان هناك مسار مواجه آخر مع السلطة العثمانية. السلطة العثمانية كانت بدأت تشق طريقها في المشرق العربي وتفتح تدخل بلاد الشام عبر برج دار وتمريدانية من معارك إلى غير ذلك. البعد المذهبي لم يكن حاضرا في النطاق، إذا فكرنا بالمنطقة والمشرق العربي لم يكن حاضرا بشكل نتخيله. السبب أن الفكرة المذهبية في ذلك الوقت لم تكن حاضرة عند الدولة. كان هناك بعد أساسي مهم، وأنا أعتقد أنه كان هو الأهم، هو التنافس على النفوذ. كانت الدولة الناشئة الصفوية تريد أو تنافس الدولة العثمانية على هذا الأرض، فكانت تلبس لباسها الأساسي في الصراع مع العثمانيين الصراع المذهبي. والدليل على ذلك ما سأقوله بعد قليل من أن هناك فترات زمنية كان يسود فيها شهر عسل للعلاقات بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية. ودليل آخر على حضور المشهد السياسي والعام السياسي أكثر من البعد المذهبي أن الصفويين أرادوا أن يتحالفوا مع المماليك ضد الدولة العثمانية، المماليك السنة مع الصفوية الشيعية ضد الدولة المذهبية الدولة السنية العثمانية. وبالتالي لا يمكن الحديث عن محرك أساسي هو المذهب لهذه الانفعالات والتفاعلات السياسية، ثم أشياء أخرى يمكن النظر لها. لكن في هذا السياق بقيت يعني التحول كان يجري في إيران أخذ حوالي 100 عام تقريبا من التحول المذهبي، بقي في إيران جزء لا بأس به من السنة، لكن تحولت الدولة بقوة السيف من جانب وبحضور العلماء الذين جاؤوا. وكان واضحا في ملاحظة سريعة أنه داخل إيران كان هناك صراع بين العلماء أهل إيران وبين العلماء القرنين من الخارج، لأن العلماء في إيران كانوا يرون أن لا دولة شيعية إذا كان الإمام ظاهر، يعني كانت هذه الفتوى. وبالتالي العلماء الشيعة العرب جاءوا ليطرحوا طرحا جديدا أنه يمكن أن تنشأ دولة على أساس 12 في غياب حتى لو لم يحضر الإمام الثاني عشر بالنسبة للمذهب الـ 12. وكان هذا تطورا مهما بالنسبه لايران ولهم تفاعلات في المستقبل حصلت بعد ذلك بالنسبه لعلاقه ايران الداخليه، علاقات ايران الداخليه بالقوى السياسيه نفسها. على صعيد غير بعيد نريد ان نتذكر انه الحديث عن المذهبيه بين العثمانيه والصفويه لا يمكن بدون استحضار البعد العربي. ليس بمعنى ان العرب هم مذهبيين او طائفيين، لا، لان العرب عمليا هناك ثلاث عوامل ارتبطت بهم بالنقاش المذهبي او الخصومه المذهبيه بين العثمانيه والصفويه. اولا حضور مشهد حضور علماء العرب في تغيير مذهبي في ايران، هذا عامل اساسي. ثم بدرجه ان محقق الكركي احد اول علماء الشيعه اللبنانيين من جبل عامر هو الذي نصبه الشاب اسماعيل، سماه نائبا لامام الزمان حتى يعطي شرعيه دينيه للناس، حتى يعطي نوع من الشرعيه الدينيه، لانه كان يلبس الشاب اسماعيل شرعيه دينيه في مواجهه السلطان سليم الذي كان انذاك سيطر على الحجاز وكان انتصر ايضا شرعيه دينيه معينه. هذا عامل. العامل الثاني والاساسي ان محور الصراع الحقيقي كان العراق، كان ملك مكبله. وبالتالي كان هنالك يعني كانت الدولة الصفوية ترى بناء على خبرتها مع علماء الشعراء أنه لا يمكن أن تحظى بشرعية وبثقة وبمصداقية أمام الرأي العام الشيعي في ذلك الوقت دون أن يكون لها سيطرة على ملف كربلاء. وذلك دخلنا في موجة من الحروب قصيرة طويلة الأمد، وحتى وصلنا لاتفاقية معينة لزيارة الأماكن المقدسة للشيعة في مجلس. ثم العنصر الثالث الاساسي في المواجهه كان متعلق بالحج، مكه والمدينه. الدوله العثمانيه سيطرت على الحجاز ولا يستطيع حجاج الشيعه القادمين من ايران ان يذهبوا دون موافقه الدوله العثمانيه، وبالتالي كان على الدوله الصفويه ان ترضخ لمن له السياده على تلك البلد. ولذلك تجدون في اربع اتفاقيات اساسيه في الفتره السابعه عشر والثامنه عشر تستند الى او احد موادها الاساسيه السماح للحجاج الايرانيين بالذهاب الى مكه والمدينه. السماح للحجاج الايرانيين للذهاب الى مجلس الخبراء، بمعنى حضوره في ظل
السياق السياسي. الخصومة المذهبية بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية لا يمكن اعتبار، لا يمكن وضعها في سياق ديني. على الرغم بالنسبة لي أنا أعتقد بأن هناك سياقا آخر لها، وهو مرتبط بفكرة الدولة ذات الصفة الإمبراطورية. يعني الدولة العثمانية كانت إمبراطورية عثمانية. الصفويين كانوا يرون أنفسهم كممثلين الشيعة الاثنى عشرية في ذلك الوقت، فكانوا إمبراطورية مقابل إمبراطورية. مسألة المذهبية تجد عندما يكون في مجتمعات صغيرة تفقد إلى النضج الماجوريتي. في ذلك الوقت لم يكن هذا المحارس الأساسي بالنسبة للدولة الصفوية. الدولة الصفوية كان ليس لديهم مانع مثلا في عهد الشاه عباس أن يتصارعوا مع العثمانيين، لأن الشاه عباس كان ينظر إلى أنه علاقته مع أوروبا مهمة جدا، وبالتالي إذا ارتبط مع أوروبا هذا سيضعف من سلطة الدولة العثمانية وستحصل له خسارة. يأتي بعض المراجعين يقول بأنه هناك انتحار في الروم بصمغ ضد الدولة العثمانية السنية. هذا تفسير سطحي وبسيط مبسط الظاهرة. لا يمكن النظر إلى أنه في ذلك الوقت وفي السياق التاريخي لتلك الدولتين أن الدين كان هو المحرك الأساسي، لكنه كان أحد المحركات الأساسية في طور العلاقة بينهم. الأمر الأخير أو الأمر الطبق الأخير الإشارة له بأنه في سياق التطور خاصة يعني أنا الفترة التي عالجتها قبل السادس عشر حتى نهاية القرن الثامن عشر انهيار الدولة الصفوية. هنالك بنية الدولتين، يعني الدولة الصفوية كان لديها جهاز بيروقراطي يسمى مرتبط به ما يسمى بالقزلباش، وهم عبارة عن الشبورة الاتجارية في الدولة العثمانية ولا هم للدولة، يتربون بتربية خاصة معينة. هذا يعني كان يستند السلطة، كانت السلطة الصفوية تستند إلى هؤلاء القوة العسكرية والقوة المعنوية، تقابلها الدولة العثمانية في استناد إلى القوة الاتجارية القوة العسكرية والقوة المعنوية. وبالتالي كانت يعني كان النظامان السياسيين ينظران إلى أنفسهما كأنهم خصوم بالغين، وليسوا خصوم يبحثوا فقط عن مجرد الحرب أو مجرد النزاع. وكانوا يعتقدون دائما أنه يمكن تسوية الأشياء دون أن تغير الآخر، ولذلك استمر هذا الكلام. مثلا في العصر القاجاري بعد ذلك نجد أنه في تسويات معينة حصلت بين الدولة العثمانية والدولة القاجارية، حتى أن الدولة العثمانية كانت أحد مصادر ما يسمى بالمودرنايزيشن اللي حداها في إيران بسبب اسطنبول، حيث كانوا الأوروبيون يعبرون اسطنبول للذهاب إلى إيران. إذا الحديث عن الحالة المذهبية أو الخصومة المذهبية بين الدولة العثمانية والدولة الصفوية هناك أشكال كثيرة لها. هناك يعني هناك مثلا تناول قضية التعامل مع رجال الدين، هناك حالة من الإعدامات كانت تحدث هنا وهناك من الدولة العثمانية والدولة الصفوية، وهي مرتبطة بالتأكيد بهواجس مرحلية. يعني هناك مثلا رجل دين يتجرأ على الدولة فتقوم الدولة بحبسه ثم إعدامه مثلا. هذه حوادث موجودة لا يمكن إنكارها، لكن السياق العام إذا نظرنا من أعلى إلى 270 سنة تقريبا 235 سنة من العلاقة لا تجد أن المحرك الأساسي هو الخصومة المذهبية. ثم قضايا أخرى ربما ستقدم على الخصومة المذهبية. شكرا جزيلا. شكرا للدكتور محجوب على محاضرته، وننتقل مباشرة إلى المحاضر الثاني وهو ياسر درويش الجزائري، وهو باحث ودرس العربية والفرنسية والإيطالية إضافة لمادة عن العالم العربي في القرن العشرين، وتخرج من جامعة ويسكونسن وحصل على دكتوراه في الأدب الألماني والدراسات الإنسانية من جامعة ستانفورد. موضوعه هو الطائفية بين الهوية والسياسة الدولية، فليتفضل. بشكل كتاب النظر الشيعية المشتمل على العلاقات الدولية للنظام الأمريكي لقرن النصر، فميزان العلاقة بين الطائفية والهوية والسياسة الدولية. وتبين هذه الدراسة أن الكتاب هو قراءة طائفية للشرق الأوسط تستغل الهوية الدينية لصالح الولايات المتحدة وإيران. وتوضح تشابه الافكار والمنهج بين الوسط والمستشرقين والمعقدين الجدد. هذا التشابه ينتج عن محدود الهدف، وهو تقديم القراءه للمشهد العربي تحت ضمن هيمنه قوى خارجيه، فايران يكون النصر تعيش مع حركه الروسيه في اشاره الى صعود المانيا في عصر القرن ال15.
دراسة دور الصناعات الدولية في تأكيد النزاعات الطائفية لا يعني أن السياسة والتفكير الأمريكي تماثل الأوضاع الطائفية والثقافية مثل العنصرية والشبه الاجتماعية. كذلك لا ينفي هذا البحث وجود الهوية الطائفية فهي المادة الأولية التي استخدمها الاستعمار وتستخدمها الأنظمة البعث الاستعمارية لفرض هيبتها. إلا أن مصر يتجاوز وصف دور الهوية الطائفية إلى توظيفها وتهميش العوامل تلعب دور أكبر في النزاعات الطائفية بالإضافة إلى تنفيذ الكاتب للهويات المصادرة. أي أن الكاتب يتبع نهج الاستشراق الذي كون كما بين دكتور سعيد هويات المصادر من الشرق والغرب انتشرها الكتاب ورجال السياسة والمتكلمون في نفس الوقت الذي كان يستعمل في الشرق في القرن التاسع عشر. أكمل أهمية كتاب نصر من أنه أصبح المرجع الذي يقرأ ويدرس الولايات المتحدة لفهم المسألة الطائفية بشكل أوسط، وأن المؤلف أصبح عن تلك السنتين مستشارا للإدارة الأمريكية. وقد اعتلى الكتاب لائحة نيويورك تايمز الكتب الأكثر مبيعا ولاقى رواجا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية والإجتماعية في الولايات المتحدة. فبعد بيان كلمة الحكومة الأمريكية حول إجلاء نظام صدام حسين لأسلحة دماغ شامل وعلاقته بمنظمة القاعدة لصفنة إدارة بوش وكلام أمريكي عن تقدير الحرب على أنها تهدف إلى المجيء بالديمقراطية المنطقة وتأسيس شرق أوسط جديد. وقد أتى كتاب مصر يدعم هذا التقدير ويقدم إيران على أنها شريك في هذا المشروع. ينحدر مصر من أسرة مهدوية كانت مقربة من الشاه اضطرت إلى ترك إيران على الثورة. إلا أن التوجه العلماني المعارضي للنظام الملاذي لم يمنع عنصرنا الإدراك الذي ظهر العيان بعد احتلال الولايات المتحدة إلى إيران. ففي عام 2004 نشر مصر مقالاتهم الانعكاسات الإقليمية لصحوة الشيعية في العراق، قال فيها إن الأمريكيين والشيعة يواجهون عدوا مشتركا وهو التشدد السني، وأن الشيعة أكثر تقربا للديمقراطية من السنة. وتلخص هذه المقالة الأفكار التي يطرحها مصر في كتابه للشيعة والعرب. وبعد سنتين من ظهور النهضة الشيعية وفي بداية عام الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة 2008، قام مصر بالتعاون مع الأستاذ الإيراني الأمريكي رامي تقية لنشر مقالة في مجلة الشؤون الخارجية فورد أفيرز أعاد فيها طرح فكرة انحياز سياسة أمريكا الخارجية للعرب. استجابت إدارة أوباما للكاتبين فأصبح مصر مستشارا لريتشارد أولبرت الذي كان مسؤولا عن ملف إيران وباكستان وأصبح حقيقيا مستشار دينيس روس الذي جعله أوباما مسؤول عن ملف الخليج العربي فارسي. تسليم أوباما ملف الخليج لاحتضار مسار إسرائيل والذي كان مسؤولا عن ملف المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية في عهد كلينتون وبوش ووجه بوجود تلاقي المصالح الإيرانية الإسرائيلية التي درسها الخبير الإيراني السويدي بيتر بارسي في كتابه التحالف الغادر المحادثات السرية بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة في صدر 2008. يحوص كتاب مصر توظيف الهوية الطائفية في السياسة الدولية ليقول الكاتب إن القضية الأهم في الشرق الأوسط هي ليست كما يعتقد الكثيرون من خبراء المنطقة مسألة الحداثة أو الديمقراطية بل الصراع القديم الأبدي بين السنة والشيعة. أي أن مصر يقصي أهم عاملين يجب دراستهما في تحليل قضية الطائفية. فالحداثة مبدأ واسع متضمن التطور الصناعي والاقتصادي وبناء دولة الأمة والمؤسسات والمواطنة. تهميش مصر بالحداثة والديمقراطية هو الركن الأساسي لقراءته المبنية على صدام الهويات الطائفية. لذلك تتجاهل العوامل الاقتصادية والسياسية وكأن الهوية الطائفية هي التي تقود السياسات وليس العكس. والطائفية كما عرفها من عام اليوم هي إخضاع الدين مصالح السياسة. توظيف مصر الهوية هو جزء من التيار الظاهر بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، إذ كان ساوي هانتنغتون قد ادعى أن العالم ينتقل من حقبة الصراعات الإيديولوجية إلى صراعات الهويات، قائلاً: في هذا العالم الجديد ستكون النزاعات الأكثر انتشاراً وأهمية وخطورةً ليست بين الطبقات الاجتماعية، بين الفقراء والأغنياء، أو بين المجموعات المكونة اقتصادياً، بل بين الشعوب التي تنتمي إلى ثقافات مختلفة. وكما فعل مصر يقصي هانتنغتون الحداثة لأنها تختلف عن التغيير أي
بعد سقوط الدولة العثمانية. وقد قام لويس بعلمانة هذا المصطلح بربطه من أصل الدين التبشيري إلى الوسط الثقافي ومجاهين الألماني في كتابه الشرق الأوسط والغرب الذي نشر في سنة 1964. وهذا الكتاب هو العمل المؤسس لفكر لويس الذي سنعيد إنتاجه وتطويره طوال حياته، وهو ثمرة المحاضرات التي ألقاها لويس في الولايات المتحدة في النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين بعد أن أرسلته بريطانيا في مهمة كما تقول دبلوماسية ثقافية لكي يلقي سلسلة من المحاضرات ويقوم بعدة مقابلات إذاعية في الولايات المتحدة كجزء من حملة العلاقات العامة التي قامت بها الحكومة البريطانية بعد تدهور العلاقات بينها وبين الحكومة الأمريكية يدفعها لسويس 1956. ويستخدم لويس مبدا استخدام الحضارات اي استخدام البنيات لازاحه القضايا الحقيقيه، فيقول ان سوء العلاقات بين العرب والغرب لا يرجع الى الاستعمار او الى دعم الغرب لدوله اسرائيل، وانما يعود لتناقض وتصادم قيم الحضاره الغربيه المسيحيه والحضاره الشرقيه الاسلاميه. وهذا هو المنهج الذي يسلكه مصر، اي انه ينتقل بالقارئ من استخدام الحضارات الى استخدام الطوائف. التركيز على الهوية الدينية وإنتاج سودان طائفي يستدعي إقصاء الهوية العربية كما أقصى الحداثة والديمقراطية والعوامل الاقتصادية. ويدعي مصر أن الشرق الأوسط القديم كان تحكمه القومية العربية، وأن الولايات المتحدة كانت تنظر إلى الشرق الأوسط من وجهة نظر كما يسميهم الحكام السنة المستبدين في الرياض والقاهرة وعمان منذ الثورة الإيرانية وحتى هجوم 2001. وكأن ثمة لوبي عربي وليس الدولة الإسرائيلية هو الذي يؤثر على سياسة أمريكا في المنطقة. يضيف مصر أن زمن القومية قد ولى وأن الهوية العربية لن تكون هوية مسيطرة على الشرق الأوسط، مشيرة إلى الدستور العراقي الجديد الذي أسقط وسط العراق الجمهورية العربية وبدلها بجمهورية فدرالية. هذا التهميش الهوية العربية كان من أعمدة فكر برنارد لويس الذي قال بأن المسلمين غير قادرين على تشكيل هوية وطنية منفصلة عن الإسلام، الهوية العربية ما هي إلا رباط للهوية الإسلامية. وقد قام صديق لويس الأستاذ اللبناني الأمريكي فؤاد عجمي بتطبيق هذه الفكرة بشكل أضيق عندما قال في كتابه فصل أحلام العرب 1999 بأن القومية العربية هي بطال الهيمنة السنية، وأصبحت هذه الفكرة من أسس دراسة مصر والمشرق العربي. تزامن الخطاب الطائفي مع الحروب الدينية هو أيضا ما يجمع بين منهج لويس ومصر. فكما أتى كتاب مصر بعد قضية سنوات من العنوان الثلاثي على مصر، ظهر كتاب مصر بعد ثلاث سنوات من احتلال الولايات المتحدة للعراق. وفي عام 1976 أي بعد سنة من مدة الحرب الأهلية، نشر لويس مقالته الشهيرة عودة الإسلام في مجلة كارنيجي الشديدة أعداء العرب، لكي يقول القراء الأمريكيين أن مسيحيي لبنان هم في خطر لأنهم مثل دولة إسرائيل يواجهون الخطر الإسلامي. أحد الأدلة على دور الصراعات الدولية في نشر الخطاب الطائفي هو أن كتاب لويس الشرق الأوسط والغرب لم يلاقي رواجاً في كتابة الحرب المالية. فبينما أراد لويس إقناع أمريكا أن خطر الإسلام، كانت أمريكا منشغلة بخطر الشيوعي وتؤمن أن الإسلام هو أحد أدوات مواجهة المد الشيوعي كما فعلت الحرب في أفغانستان في الثمانينات. ولكن وفور انتهاء الحرب المالية وبمناسبة حرب أمريكا الأولى على العراق، أعاد لويس تسويق فكرة استخدام الحضارات في مجلة الأتلانتيك تحت عنوان المقالة الشهيرة جدوده غضب المسلمين. هذه المرة لاقت الفكرة ترحيبا وتبناها هانتنتون الذي كان قد عمل مستشارا للحكومة الأمريكية وهو أحد مهندسي حرب فيتنام في محاضرة ألقاها عام 1992 ونشرها في مقالته الشهيرة في مجلة الشؤون الخارجية فورن أفيرز في العام التالي. مثل ما استغل كل من لويس وهانتنتون حرب امريكا الاولى على العراق لكي يصمم لنظريه استخدام الحضارات، استغل مصر حرب امريكا الثانيه على العراق ليصمم حياته باستخدام الطوائف. ادعاء مصر ان الصراع القديم بين السنه والشيعه هو العمل الاهم في فهم الشرق الاوسط، نظرا الى اعاده الخطاب الاوروبي الاستعماري عن الصدامات التي دارت في جبل لبنان في منتصف القرن التاسع عشر. وكما بين اسامة مقدسي في كتابه الثقافة الطائفية، فقد قرر المراقبون الاوروبيون معرفة جبل لبنان على انه جزء من المواجهة القديمة بين الاسلام والمسيحية متجاهلين العوامل الاقتصادية والظروف المحلية. وكما فسر الاوروبيون معرفة القرن التاسع عشر كمجرد رفض المسلمين لحق المساواة للمسيحيين، يفسر مصر الارتداد بعد احتلال
احتلال العراق على انه رفض السنه لوصول الشيعه الى الحكم. هذه القراءات قدمت القوى الغربيه كحامية المسيحي بسوريا، وهذا ضمن ما ضمن لها دورا، وهذا هو الدور الذي يريد ايران ان تلعبه بالنسبه للشيعه في المشرق العربي. وكما نظرت القوى الاوروبيه لاقامه حكومات في جبل الداع على انه ملجا امن للمسيحيين في سوريا، وتبعها على الخطاب الصهيوني ان تاسيس اسرائيل هو انشاء موطن امن لليهود، كذلك تقول مصر ان نظور الدوله الصهيونيه في ايران ادى الى اقامه ملجا امن للشيعه في الشرق الاوسط. هذا التشابه بين خطاب مصر وخطاب الاستعمار الصهيوني يبدو اكثر وضوحا لمن قارئ كتابه في كتاب منذر القوميه الذي نشره الاباء ايمان في عام 1959 عندما كان سفير اسرائيل في الامم المتحده. فمثل ما يصور النصر المذهب الشيعي على انه روحي، كان اباء ايمان تصور اسرائيل على انها دوله عميقه التضحيه وارادت مع جيرانها، ومثل ما يهاجم مصر سيطره العرب على الشرق الاوسط يهاجم اباء ايمان في الشرق الاوسط العربي. وكما يجمع مصر بين هويه ايران الوطنيه والهويه الشيعيه، جمع اباء ايمان بين الهويه الدينيه والهويه الوطنيه في دوله اسرائيل. كلاهما يركز على اهميه الاستشهاد، هذا شيء مهم بالنسبه لنا الان. ويطالب نصر اسرائيل بقوله ان القمله النوويه التي تريد ايران امتلاكها هي قمله شيعيه، اي انها وجهه ضد السنه وليس ضد اسرائيل. وهي الفكره التي اعاد انتاجها الصحافي اليهودي الفرنسي اليزور مارنير الذي يكتب في صحيحه الفيجارو الالمانيه. انتاج سلام طائفي يسري خلق هويات متنافره، لذلك يريد مصر تشكيل هويه المذهب الشيعي بحيث تتماشى مع النظره الامريكيه والغربيه المعاصره للاديان. فيصبح المذهب السني مجرد قانون، اما المذهب الشيعي فهو حسب قول المؤلف طقوس وعواطف ودراما، لانه دين جمالي. تمسك النظام الايراني الحالي بالقوانين ما هو حسب نصر الا تسمين شيعيزم، وبما ان الامريكيين يعتبرون الخميني من كبار اعدائهم ويذكرون اسمه بموجب كره امريكا التي يعرفوها منذ الثوره الايرانيه وحتى قدوم الرئيس الحالي روحاني، يقول مصر بعزل الخميني عن التاريخ الشيعي طائرا من افكار الخميني التحريف للمذهب الشيعي ونتيجه تاسره الخطاب الاصولي السني. بسبب هذا التاثير حول الخميني المذهب الشيعي من الروحانيه الشيعيه ويقوم بذلك الى الاهتمام بالقوانين، وهذا شيء سني وغير شيعي. وكمثال على النهج الغير الشيعي للخميني يشير مصر الى عدم زياره الخميني للمقامات في مدينه مشهد، ودهش شيعه باكستان عندما رفضت ابنه رفسنجاني زياره احد مقامات الشيعه هناك. الا ان فبراير 2001 و11 اربكت لسباب هويه مصر، ولذلك وصف هذه التطورات في مقابله مع الجزيره بالسلبية. بعد وفاة ريتشارد كومبورغ ترك مصر منصبه كمستشار في حكومة أوباما، ونشر في العام الماضي كتابه أمة يمكن الاستغناء عنها تراجع سياسة أمريكا الخارجية، الذي ينتقد فيه سياسة أوباما الخارجية بما فيها مقابلة أوباما لرئيسه مبارك بنحوه. يقول مصر أنه كان على أوباما أن يساعد مبارك على البقاء في المصير لكي يضمن انتقال سلس للديمقراطية. اي ان 30 سنه من حكم مبارك لمصر لم تكن كافيه لانتقال سلس الى الديمقراطيه، ولا يشرح مصر كيف يقوم الدكتور بضمان انتقال الى الديمقراطيه. لو كان مصر ضد الحكام السنه المستبدين لما وقف مع مبارك وهو جزء من الانظمه السوريه المستبده كما يصفها التي تشكل الشرق الاوسط القديم. لقد كشفت الثوره المصريه رياء مصر وطلبه من مقام مبارك كان ايضا مقام السعوديه. في الشرق الاوسط الجديد وجد مصر نفسه في صف الشرق الاوسط القديم في خندق الحكام السنه المستبدين. شكرا للدكتور على ورقته، وننتقل فورا الى الورقه الثالثه ويقدمها الاستاذ محمد حمشي، وهو باحث جزائري استاذ مساعد في قسم العلوم السياسيه في جامعه ام البواقي الجزائر، واهتماماته مصبه في مجال البحث على حقل نظريات العلاقات الدوليه والدراسات الامنيه ودراسات الحوكمه العالميه. موضوعه هو طائفيه كاداه للسياسه الخارجيه مقاربه من منظور حقل العلاقات الدوليه. فليتفضل. شكرا لك دكتور عبد الحليم. اذا كما هو واضح من المنظر المدار
الجنسيه من منظور حق العلاقات الدوليه بشكل عام ومن منظور حق التحليل السياسه الخارجيه بشكل خاص. اذا حق التحليل السياسه الخارجيه خاصه خلال العقدين الاخيرين منذ نهايه الحرب البارده يقدم نفسه كنموذج لدراسات عقل التخصصيه التي اكتسحت مؤخرا عقول المعرفه الاجتماعيه بشكل عام. وجمهور ما يعرف بالنظريه البنائيه الاجتماعيه السوشيال كونستركتيفيزم في العلاقات الدوليه تاكدت اكثر هذه الخاصيه، اذ اصبح يستلهم اسهامات العديد من التخصصات المعرفيه الاخرى كالفلسفه، علم الاجتماع، علم الاجتماع التاريخي، علم النفس، اللغويات الى غير ذلك. ونتيجه للنفوذ المتزايد لهذه النظريه برز البعد الاجتماعي كمجال دراسي حديث في حقلي العلاقات الدوليه وتحليل السياسه الخارجيه. نقصد بالبعد الاجتماعي دراسه دور الافكار، دور الخطاب، دور اللغه، دور الهويه في تحليل السياسه الدوليه. لم يعد التركيز البحثي على دور القوى والعوامل الماديه كالقوى العسكريه والقوى الاقتصاديه مجديا تحليليا في ظل التعقد المتزايد للظاهره الدوليه، وبذلك تزايدت الاصوات الداعيه الى نقل مستوى التحليل من الانطولوجيا الماديه الى الانطولوجيا الاجتماعيه التي تفترض ان دور العوامل الاجتماعيه يمكن ان يكون اكثر حسما في فهم التغير في السياسه الدوليه. بعبارة أخرى، لا نستطيع مثلا أن نفهم دور الطائفية في إعداد السياسة الخارجية إلا من خلال منظور هذه النظرية، النظرية البنائية الاجتماعية. لماذا؟ لأن التركيز على البعد المادي في التحليل يعني التركيز فقط على الأدوات المادية، كما قلت القوى العسكرية، القوى الاقتصادية، العقوبات، المكافآت إلى غير ذلك. إذن بالنسبة للمقاربة البنائية لفهم السياسة الخارجية في مطلع العقد الماضي ظهرت العديد من الدراسات المهتمة بإبراز تأثير عامل الهوية في السياسة الخارجية للدول. مثلا لدينا سعي روسيا الدائم لاستعادة مكانة القوة العظمى بعد تمكن الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب الباردة. لدينا مواجهة ألمانيا المستمرة كذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لمعضلة التحول نحو القوى العادية من القوى العسكريه الى القوى العاديه، نضال الصين من اجل بناء هويه عالميه، الهند كذلك الى غير ذلك. هناك الكثير من الامثله التي تؤكد الادعاء الذي اصبح سائدا الان بان سؤالي كيف تنظر الدوله الى نفسها وكيف ينظر الاخرون، كيف تنظر الدول الاخرى والفوائد الاخرى الى هذه الدوله، يشكلان عاملا اساسيا ضمن العوامل المؤثره في السلوك الخارجي للدول. إذا هناك عدة افتراضات لهذه النظرية. أولا أن صالح السياسة الخارجية هو فاعل اجتماعي أكثر من كونه فاعلا عقلانيا. الفاعل الاجتماعي نموذج الفاعل الاجتماعي في صراع السياسة الخارجية يستند إلى مفهوم الإنسان الاقتصادي كفاعل أناني يتصرف وفقا لمجموعة من الأهداف الناتجة عن حسابات عقلانية للفوائد والتكاليف. لذلك فإن فوائد السياسة الخارجية هنا يسعون بشكل واعي خلف الاهداف التي تحقق لهم الحد الاقصى من الفوائد وتتطلب منهم الحد الادنى من التكاليف. في مقابل ذلك يفضل البنائيون الاجتماعيون استحضار مفهوم الانسان الاجتماعي. الانسان الاجتماعي احيانا يستجيب لمعايير السياق الاجتماعي الذي ينشا ويعمل ضمنه اكثر مما يستجيب للحسابات العقلانيه وفقا للنموذج الاول. صالح السياسة الخارجية تلقى هذه المعايير من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية، من خلال التعارف التلقائي والمستمر للخطاب الاجتماعي اليومي والتفاعل معه سواء بشكل واعي أو غير واعي. نقصد هنا بالخطاب الاجتماعي سواء تعرض الأمر بالخطاب السياسي، الخطاب القومي، الخطاب الديني، الخطاب الإعلامي إلى غير ذلك. مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تشكيل هوية معينة تحدد ادراكات وصور وافكار صانع القرار فتؤثر بذلك في السلوك الخارجي للدوله. المرتكز الثاني لهذه النظريه هو كون الافكار والهويات تؤثر بشكل ابرز مما تؤثر به العوامل الماديه. احيانا تكون لدينا مثلا دوله لديها مصادر قوه محدوده لكن لديها اهداف سياسه خارجيه طموحه جدا، حاله ايران على سبيل المثال، وقد يكون لديها العكس مصادر
المرتكز الثالث اللغه والخطاب يلعبان دورا اساسيا بالنسبه لصناع السياسه الخارجيه كفاعلين اجتماعيين سواء في عمليه الصنع او تنفيذ السياسه الخارجيه. نموذج الفاعل الاجتماعي الذي يقدمه البنائيون الاجتماعيون يقدم تفسيرا متسقا لهذه الامثله التي تحدثت عنها، عدم التوافق بين طبيعه وحجم الموارد القوه وطبيعه اهداف السياسه الخارجيه. لدينا الدوله المجازفه مثل حاله ايران، لدينا الدوله المحافظه التي تسعى الى الحفاظ على وضع ابراهيم كما قلت تحليليا فقط مثال الجزائر. فيما يتعلق بمرتكزات واهداف السياسه الخارجيه الايرانيه هي تستند الى مجموعه من المرتكزات سأناولها بشكل مفترض. اولا لدينا تعزيز المجال الاقليمي لايران بمعنى تعزيز النفوذ في السياسات الاقليميه في الجوار الايراني سواء كان الامر بالخليج العربي بالشرق الاوسط او باسيا الوسطى. ثانيا المرتكز الثاني هو اعاده احياء امجاد الامبراطوريه الفارسيه ما يسمح لايران بلعب دور عالمي يتجاوز حدود النظام الاقليمي الراهن. طبعا قد يوجد هناك جدل حول ما اذا كان الحلم الامبراطوري التاريخي جزءا اصيلا في الهويه الايرانيه الحديثه انه مجرد اداه تستعملها المخاطر للتعبئه، غير ان استحضار تعريف هويه الدوله التي تحدثت عنه قبل قليل يساعد في حسم هذا الجدل. اذا كانت هويه الدوله ذات بعدين احدهما داخلي يتحدث من خلال اجابه عن السؤال كيف تنظر الدوله الى نفسها، والاخر خارجي يتحدث من خلال اجابه عن السؤال كيف ينظر الاخرون الى الدوله، فان فهم السلوك الخارجي للدوله يتطلب فهم هويتها في السياق الاجتماعي والتاريخي الذي تشكلت خلاله. هنا يمكن العوده الى اسهامات كرانفور الذي جادل بان الصوره الذاتيه السلف ايمج التي ترسمها ايران بنفسها تاتي نتيجه لانعكاسات صور التاريخ الايراني العريق، حيث تتفاعل صور التوسع والهيمنه الامبرياليه في عهد الامبراطوريه الفارسيه من جهه مع صور الاحتلال والهيمنه الغربيه على ايران عبر طريق من قبل الاغريق، العرب، الاتراك، الافغان، الروس من جهه اخرى. كان من شان هذا التفاعل بين الصورتين ان شكل ما يمكن تسميته بين الهلالين مركب نقص لدى الايرانيين تحول تاريخيا الى تصور معقد لدور ايران السياسي في المنطقه وفي العالم. يضاف الى ذلك اللفت التاريخي الديني للتشيع هذا مهم جدا بما يكرسه من مشاريع المظلوميه هذه المصطلحات بين الهلالين دائما الرغبه في الثوره على الظالم حتى وان كانت هذه الثوره مجازفه. المرتكز الثالث مناظره السياسات الامريكيه ليس فقط في الشرق الاوسط ولكن عبر العالم بما في ذلك الدعم المطلق للاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربيه. هذا التوجه تكرسه نصوص الدستور الايراني نفسها وهذه حاله فريده في السياسه الدوليه الحديثه. الخطاب كما قلت يلعب دورا اساسيا في تشكيل هويه ايرانيه ازاء الولايات المتحده قائمه على علاقه متآمره وروحيه. كان من شان هذه الهويه ان عمقت من مشاعر العداء القومي ازاءها. الايرانيون يحملون مثلا السياسات الامريكيه مسؤوليه دعم الكيان الاسرائيلي الغاصب والاخلاء بميزان القوى الاقليمي ضد ايران ولصالح اسرائيل، وغني عن القول ان الشعارات من قبيل دائما بين هلالين امريكا الشيطان الاكبر او الموت لامريكا او امريكا راس الاستقرار العالمي كلها لعبت وما زالت تلعب دورا معمقا لهذه الهويه. هذا الخطاب لا يمر فقط من خلال القنوات السياسيه ولكن حتى من خلال القنوات الاعلاميه التربويه والدينيه على حد سواء. في حالة إيران كذلك يمكن القول بأن التواجد في بيئة عدائية يجعل من سعي البقاء سرواكو عند مدرسة الوضعية في نظرية العلاقات الدولية هدفا أساسيا للدولة، غير أن هذه العلاقة السببية تبقى محدودة بقطاع معين من قطاعات السياسة الخارجية، أقصد السياسة الدفاعية أو الأمنية. لذلك فإن توظيف الدولة لأدوات مادية بين قوسين عسكرية أو اقتصادية عسكرية أو اقتصادية لتحقيق اهداف السياسه الخارجيه المثيره جدا بهذا الشكل. وهذا ما يفسر تمسك ايران ببرامجها النووي وببرامج تطوير انظمه تسلحها. وفقا لنفس منطق العلاقه السببيه هذه يمكن فهم توظيف ايران لخطاب عدائي للولايات المتحده وحتى لاسرائيل،
وهو أداة اجتماعية لكنها كانت ضرورية لتفعيل دور الأدوات المادية الأخرى. الإيرانيون لا يستطيعون الاستمرار في الادعاء بحاجتهم إلى بناء قوة عسكرية إقليمية إذا ما لم يتبنوا خطابا عدائيا إزاء الأعداء الذين يسلمون بناء هذه القوة. لكن تبني السياسة الخارجية الإيرانية التوجه الإمبريالي التوسعي يستهدف أو على الأقل يبدو أنه يستهدف الهيمنة على النظام الإقليمي في المنطقة أو تبديل المجتمعات الشيعية المحلية في دول أخرى خارج حدودها على سبيل المثال. هذا لا يعتبر بشكل سببي بالبيئة البدائية التي تتواجد فيها إيران، ولا يبدو كذلك أنه من مقتضيات بناء قوى عسكرية إقليمية على غرار التوجه العدائي إزاء الولايات المتحدة وإسرائيل. بالنسبة لأدوات السياسة الخارجية الإيرانية هي لا تبدو أقل تحديدا من مرتكزاتها، وقد عبر الأستاذ محمد بلال عن هذا التعقد عندما كتب قائلا: يتقاطع القومي والديني والمذهبي والعرقي والمصلحي تقاطعا مهلكا في الطبيعة الإيرانية المعتبرة. من بين هذه العوامل التي جمعها الأستاذ حمد يبدو توظيف المذهبي في أهداف السياسة الخارجية الإيرانية الأكثر حداثة سواء على مستوى النظرية أو على مستوى الممارسة، ويمكن مؤقتا أن نبرز ذلك من الوهلة الأولى من الكون. قيام دولة على أساس مذهبي يعتبر في حد ذاته ظاهرة حديثة، هذا فقط تحليليا. من وجهة نظر الأستاذ المشارة بداية الإغراء لدى الجمهورية الإسلامية برؤية المذهب عند الشيعة العرب كولاء سياسي مرتبط بإيران كدولة ربما يكون قد بدأ في إبان الحرب العراقية على إيران. هناك ملاحظتان أساسيتان على هذه الصياغة ينبغي التوقف عندهما. الملاحظة الأولى تتعلق بعبارة المذهب كولاء سياسي، فانتماء المذهب أو الطائف في حد ذاته ليس الأداة، ولكن الأمر يتعلق بالانتماء الطائفي عندما يتحول إلى ولاء سياسي، وتتفاقم هذه الظاهرة أكثر عندما يكون الولاء فعلا عابرا للحدود. إذا فالطائفية ظاهرة محايدة دينيا تفرضها الاختلافات في التأويل كما تطرق وسأتطرق إليه المداخلات القادمة، تفرضها الاختلافات في التأويل الفقهي أو التاريخي للتجربة الدينية، غير أنها أحيانا تنتقل من الفضاء الاجتماعي إلى الفضاء السياسي، ويتمثل الوجه السياسي للطائفية في السلطة، بمعنى أن الطائفية لا تلتقي إلى القواعد السياسية إلا حين تطلب الطائفة أو الطوائف السلطة، فتصبح ذلك مشروعا للتسييس. الملاحظة الثانية تتعلق بعبارة الحرب العراقية على إيران، عبارة دقيقة جدا، وهي تعكس بشكل أعمق مما تعكسه عبارة الحرب العراقية الإيرانية الدور الذي لعبته هذه الحرب في تعميق البعد الطائفي في الهوية الإقليمية الإيرانية بشكل عام وفي سياستها الخارجية الإقليمية بشكل خاصة. فالصورة الذاتية التي شكلتها إيران حول نفسها والتي تتفاعل فيها صورة إيران المهيمنة في عهد الإمبراطورية الفارسية مع صورة إيران المهيمن عليها في عهد محاولات التوسع الإمبريالي الأجنبي ضدها اكتملت الآن بصورة إيران المستهدفة بسبب اختلافها المذهبي أو الطائفي. وقد لعب الخطاب السائد دورا أساسيا في رسم هذه الصورة، ففي الوقت الذي كانت العراق تحت الحرب مثلا قادسية أخرى طرفا العرب والفرس، كانت العراق تعتبرها بمثابة دفاع مقدس عن الثورة الإسلامية الشيعية ضد الاستكبار السني في بلادها. لقد جعلت الحرب العراقية على إيران لقد جعلت هذه الحرب إيران أكثر وعيا بهويتها الطائفية، خاصة مع الدعم الشامل والمعلن الذي تلقته العراق من دول الجوار السني، وهو ما انعكس بوضوح على سياستها الخارجية لاحقا باتجاه دول جوارها الإقليمي، سواء تحمل الأمر بإعادة تثقيف أقتبس كلام الدكتور أحمد مشارة، سواء تحمل بإعادة تثقيف الأسرى من الجنود الشيعة العراقيين الذين شاركوا في الحرب على إيران كجنود وضباط في الجيش العراقي، أو بالعمل على تأسيس شبكة روابط طائفية عابرة للحدود مع المجتمعات الشيعية المحلية والقيام بتعبئتها ضد الأنظمة السنية التي دعمت العراق في حربها على إيران. يمكن العودة إلى مسألة التفاعل بين البعد الداخلي والبعد الخارجي في تشكيل هوية الدولة والمجادلة بأن هوية إيران كدولة طائفية لم تتحدث فقط من خلال الكيفية التي ينظر بها الإيرانيون إلى أنفسهم هذا البعد الداخلي، ولكن كذلك من خلال الكيفية التي يعتقد
الايرانيون ان الاخرين ينظرون اليها ينظرون اليهم بها، وهذا هو الوعد الخارجي. ايران كمصدر تهديد لتصدير الثوره الاسلاميه الى دول الجوار كان جزءا من خطاب خارجي بالنسبه لايران، لكنها تفاعلت معه فانتج جانبا من جوانب الوعد الطائفي في سياستها الخارجيه الاقليميه. وعليك ان تحديد السعي لتمكين المجتمعات الشيعيه المحليه في العراق وفي بعض دول الخليج كهدف من اهداف او كأداة من ادوات السياسه الخارجيه الايرانيه في المنطقه ليس الا تفاعلا مع خطابات عده استعملتها دول المنطقه المواهبه لايران. من قبيل تفاقم الخطر الشيعي، ايران تسعى لتصدير الثوره الاسلاميه. احيانا واختي بهذه الفكره، احيانا يصعب الامساك بالخيط الرفيع الذي يفصل بينما اذا كانت سلوكات ايران البدائيه هي التي انتجت الخطاب المعاد لها السائد في دول الجوار، او ما اذا كان هذا الخطاب المعاد في حد ذاته هو الذي جعل سلوكات ايران البدائيه بالشكل الذي تبدو عليه. شكرا على ورقته. وننتقل للورقة الأخيرة وهي للأستاذ أحمد صنوبر. والأستاذ صنوبر مباحث أردني وأستاذ علوم الحديث المساعد في جامعة 29 مايو إسطنبول، وله عدد من الأبحاث منشورة منها التشيع في مدينة قم وأثره في فهم الواقع الروائي الإمامي وفوضى التكفير في بغداد وموقف الإمام الغزالي منها إلى غير ذلك. موضوع ورقته التي سيقدمها الآن هو أثر البيئة السياسية في الفتاوى الطائفية إبان الحرب العثمانية الصفوية. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أولاً أشكر أستاذ الجلسة، وأبتدئ من حيث انتهى الأستاذ الدكتور محجوب السوري. أنا أوافق الدكتور محجوب موافقة تامة. المصالح السياسية للحرب الصفوية العثمانية هي التي كانت تؤثر تأثيراً واضحاً في الطائفية في ذلك الوقت. والفكرة هذه ذكرها الدكتور وجيه الكوثراني في كتابه الفقيه والسلطان قبل حوالي 20 سنة، وهي كان كتابا رائدا في هذا المجال. و يعني يستدل على هذه الفكرة أشياء كثيرة، منها ما يسمى الآن بالمصطلحات الغربية السوناتيزيشن، وهي فكرة التسنن التي بدأت في الدولة العثمانية بعد الحروب الصفوية. قبل الحروب الصفوية العثمانية كان يدرس كتاب تهذيب الكلام لنصير الدين الطوسي المتهم بالتعاون مع هؤلاء في القضاء على الخلافة العباسية، يدرس في مدارس العثمانية في مدارس محمد الفاتح. بعد التسلم في الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول وعهد السلطان سليمان القانوني كان هناك نجوم شرس من مثل ساجد الوزادة في كتابه تقتيل الملوك، فهذا يؤكد فكرة أن المذهبية كانت نتيجة وليست سبب في الصراع. نعم، والدعوة بحثي هي نتيجة دكتور محجوب، وهي أن أنا سأقارن بين موقفين ومواقف كبار العلماء في أيام الدولة العثمانية لنستدل أن هناك تأثير سياسي حتى في الفترة الدينية في ذلك الوقت. وأدعي أن المصالح السياسية إذا غابت عن المذهبية لن تتحول المذهبية إلى طائفية إلا بصراع سياسي وإنفاق، وفي زماننا لا يشهد لهذا كثيرا. وأيضا يعني في دراسة تاريخ العلاقات بين المسلمية الشيعية في القرون الثلاثة الأولى نجد كثيرا من العلاقات العلمية المسلمية الشيعية. الإمام البخاري مثلا في كتبه كان يدعي عن جمع كبير من الشيعة، حتى اشتهرت مقولة لأحد كبار العلماء الحديث علي بن المديني يقول: لو تركنا البصرة لأجل الغدر، يعني القول بالاعتزال، وتركنا الكوفة لأجل التشيع لخلة الكتب، يعني كتب الحديث، مما يعني تواصل هائل، تواصل قومي بين أهل السنة والشيعة في رواية الحديث. والبخاري يدعي عن أحد الشيعة الغلاة اسمه عباد بن يعقوب الرواتبي مع غروبه في التشيع.
الشيء البخاري يقبل من كتابه ولا يبني له بحاجة، يبني له فقط يعني زيادة الروايات، فذكره زيادة الكتاب كان غريبا على كثير من الأحيان. الذي أقصده أن العلاقة العلمية السنية الشيعية في كثير من الأحيان قد تكون علاقة عادية، علاقة علمية، إلا إذا تدخلت السياسة أو الانطلاقة. العلاقة العلمية والشهيد الأول والشهيد الثاني عند الشيعة كانت على الذي قد ترجم الشهيد الثاني المتوفى في القرن العاشر الهجري تقريبا، يجد علاقه قويه جدا مع علماء اهل السنه، يرحل الى مصر يلقى على كبار علماء اهل السنه، يذهب الى اسطنبول يزور مقام ابي هيثم الانصاري ويقرا على علماء اسطنبول هناك، مع انه من الطائفه الشيعيه. فالذي اعتقده ان المصالح السياسيه اذا دخلت مثل الحاله البويهيه السنية في بغداد في القرن الرابع الهجري والخامس الهجري في بحث حول التكفير، فصل طويلا في المشكلات السنية الشيعية في بغداد ومظاهر القتل، ليس فقط التكفير، مظاهر القتل ومظاهر مثل إحراق الضريح الكاظم من قبل أهل السنة. أهل السنة غضبوا من الشيعة فأحرقوا الضريح الكاظم، الذي أعتقد أيضا أن الحنابلة مع نوع انقلاب فكري بعد انتصارهم على المعتزلة وفي مسألة خلق القرآن وغير خلق القرآن كان عندهم قوة شديدة تدفعهم إلى المناوشات الشديدة مع الآخر، وكان عندهم المهيبون لما استولوا على بغداد. فهذه الفكرة الأولى، وأنا أناقش هنا فتوى شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية للنصر. أنا سأدرس ثلاثة فتاوى، فتوى ابن كمال باشا، شيخ الإسلام ابن كمال باشا، وفتوى شيخ الإسلام أبو سعود الفتي. ابن كمال باشا في عصر السلطان سلمي الذي كان بينه وبين الصفويين حرب معروفة، وأبو سعود الفتي في عصر السلطان سليمان القانوني، وفتوى نوح ابن مصطفى القرني بعده. ففتوى شيخ الإسلام ابن كمال باشا كانت تكفيرية في رأيي بشكل واضح. يعني جعلت الشيعة كفار لأسباب دينية، وكذلك فتوى أبو سعود لم تكن هذه الفتوى لأنه مضى في حربهم مع السلطان مثلا على المعروف في مذهب أهل السنة في قضية البغي، لا، جعلوا هذه الفتوى على أنهم يسبون الصحابة لذلك هم كفار. وسب الصحابة كان نقطة مهمة جدا، أن ابن كمال باشا مثلا يقول بالجملة إن أنواع كفرهم الصفويين المنقولة إلينا بالتواتر إما لا يعد ولا يحصى، فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم، وإن دارهم دار حرب، وإن نكاح ذكورهم وإناثهم باطل بالاتفاق، فكل واحد من أولاد هؤلاء يصير ولد زنا لا محالة، وما ذبحه واحد منهم يصير ولدا. ويقول أيضا وأما رجالهم فواجب قتلهم إلا إذا أسلم. ويقول ويجب أن يعلم أيضا أن الجهاد عليهم كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على الجهاد. فالفتوى ابن كمال باشا ضد الصفويين وافقها طبعا أبو سعود الهندي. أبو سعود بعد سنوات يسأل هل يجوز لنا أن نغزوهم وهؤلاء وهل يكون مقتول منا شهيدا مع أنهم يدعون أن رئيسهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يجوز قتالهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ فأجاب بأن قتالهم جهاد أكبر، وأن المقتول من أهل السنة في معركة شهيد، وأنه من البغاء. هنا دخلت قضية البغاء، لكن كان التركيز الشديد أيضا على قضية سلب الصحابة إهانة السيدة عائشة وما إلى ذلك. يعني يفصل هنا في الفتوى بما تجدونه في البحث، وحضر السلطان وحضر السلطة في السلطان سليمان على القتال والجهاد، وقال لا ريب أن القتال معهم أهم من القتال مع سائر الكفار. وفتوى روح المصطفى القرني أيضا نفس الشيء، كان شيخ الإسلام قال الحمد لله رب العالمين، اعلم أسعدك الله أن هؤلاء كفروا والبغاة الفجرة جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد وأنواع الفتك والزندقة والإلحاد، ومن توقف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر. الملاحظ في جميع هذه الفتاوى، أولا هي تذهب في تشريع قتل الشيعة لا لكونهم بغوا على السلطان، لا، لأن عندهم اعتقادات خاصة بهم وأهمها قضية الصحابة.
الاتصال معه. النقطة بعد ذلك ترى أن الفتوى واضحة في أنها تحرض السلطان على القتال وتدعو تواتر الأخبار. الذي يفهمه من تواتر الأخبار أن هناك ضغط اجتماعي في اسطنبول، ضغط مجتمعي في اسطنبول، وتواتر الأخبار عن السكوين وماذا فعلوا في بلاد أهل السنة جعلت المفتي يتصدى لهذا، وإلا سنتهم بأنه ليس حاملاً لبيضة الإسلام ولا يعظم الظلمات بدون الصحابة وغيرهم. النقطة المهمة أيضا في هذه الفتاوى أنها انتقالية. هذه الفتاوى طبعا المذهب السائد في الدولة العثمانية هو المذهب الحنفي. فهذه الفتاوى أخذت هذه الفتاوى من كتب الفتاوى في المذهب الحنفي. وفي الحقيقة لو رجعنا وحققنا في مسائل المذهب الحنفي نجد ابن عابدين الفقيه الكبير يختلف مع هذه الفتاوى جملة وتفصيل. هذا ليس البحث، البحث في الحقيقة هو الموقف المقابل لعالم كبار العلماء في ذلك العصر. في نفس الوقت اخذ موقفا واتجاه اخر هو المدعى للكتاب، المدعى للقاضي له كتاب اسمه شم العوالم في ذم الغرفه. المدعى للقاضي عاش فيها هرات الى البلده التي استولى عليها الصفويون، وكان مدعى للقاضي يعيش تحت سيطرته، ومنها هرب الى مكرمه ويقول الحمد لله الذي انجاني من دار البدعه الى دار الاسلام، يقصد من هرات الى مكه وعاش في مكه ودرس. فكرة عن القاضي في كتابه شم العوالم انه كان شاهد عيان على ما حل من اهل السنه من الصفويين، ولكن موقفه كان معتدلا من غيره. فهو رفض التكفير، ابدا لم يرفض التكفير، خاصه من قضيه سب الصحابه، وجاء بنصوص المذهب الحنفي غير الانتقاليه. يعني الذي يقرا كتاب مدعى القاضي شم العوالم يرى تماما كانه مناقش عن سعود الفني وابن كمال باشا، ويصرح بانه من القواعد الاسلاميه، يقصد الصفويين والقزم باش، ويصرح كذلك بان اهل البدعه لا يقتلون الا اذا صاروا من اهل البغي، يعني قضيه سياسيه. فهو يرفض قتلهم لقضايا دينيه، يقول اذا كانت قضيه سياسيه نعم ممكن للحاكم ان يجتهد في ذلك. اكثر من ذلك هو طبعا يرفض ان داره ويراها دار بدعه، ويؤكد على ذم التعصب والتشدد، فينقل عن شيخ الموجودي عن مثال من اساتذته انه كان ينهى عن سب الصفويين في مكه، ويقول هذا يدعوهم الى سبها، فلا بد ان نتجنب مثل هذا. ويقول ان من اسباب الفتنه بين الصفويين واهل السنه في بلدته الطائفه الاوزبكيه السنه، يعني فيجعل احيانا المشكله ايضا مع اهل السنه. يقول ان بعض الاوزبكيين كانوا إذا رأوا شخصا مسدلا بيده على المذهب الشيعي يقتلونه، فتعصبت الطائفة الشيعية الصفوية فصارت تقتل كل من يطلب يده. فيعني كان هذا الموقف موقف واضح يجعل مدعى القاضي في مقابل لفتاوى السلاطين المفتيين. سؤالي كان لماذا على القاضي ذهب إلى هذا الاتجاه في مقابل الشيوخ الإسلامي العثمانيين الذين اكدوا على ضروره قتال الصفويين؟ عندي ثلاث اسباب. السبب الاول هو بعد علي القاضي عن السياسه بعد ان انتقل من هرات، هو لجا الى مكه، وفي مكه الف كتابه المشهور تنبيه العلماء عن تقليد الفواضح. يعني في واضح في حياته علي القاضي لم يلتقي بالسياسيين، ولا يهتم بالسلطنه، ولا يدعو لها، ولا يؤلف الكتب في مدنها، بل تجنب ذلك كلها. بخلاف طبعا اصول الفقه، اصول الفقه شيخ الاسلام، وبخلاف ابن كمال باشا اصول الفقه في كتابه المشهور تفسير الاصول، تفسير ارشاد معنى السليم، اهداف اصلا الى السلطان سليمان القرني. وابن كمال باشا كما تذكر الكتب التاريخيه هو خرج في رحله سلطان سليم الى غزو مصر، فكان معه مؤيدا مشجعا في هذا، فعلاقتهم قريبه جدا للسلطان بخلاف القرني. هذا الاول. الثاني علي القاضي واضح من حياته العلميه انه منعتق من ضبط المجتمع. فعلي القاضي كان ياخذ مثلا في افكاره الاعتقاديه، كان هناك شبيه به بالعربي في العصور العثمانيه كان معظما، لما دخل السلطان سليم الاول الى دمشق من اول ما فعل انه بنى قبه على مقام الشبيه به بالعربي. قبل السلطان سليم كانت هناك فتنه في القاهره بين السخاوي والسيوطي والبقاعي في موضوع العربي، هل هو كافر هل هو مسلم؟ لما دخل الدوله العثمانيه انتهى النقاش، بل ان جيل زاده احد شيوخ الاسلام عزل عن
لا يقاتل المجتمع على شكل بين عربي او فلان، هو جاهز ان يختلف مع هذا المرض كاملا ويصرح برايه بكل وضوح وصراحه ضد الشكل بين عربي، يعني ضد السامي في الثقافه المسلميه. الشيء الثاني هو موقفه ايضا يعني من الاشياء التي تظهر انه منعكس من ضغط المجتمع، موقفه من مساله التجاره الورقة الرابعة يفسح الجمال مجال للأسئلة، ونرجو أن تكون محددة ومختصرة لكي نعطي الأخوة مجالا للإجابة في حدود الوقت المتاح. تفضل. شكرا دكتور وليد، انا الحقيقه عندي تعقيب اذا سمحت لي. اشكر اولا الجهات التي رتبت هذه الندوه، وهي ندوه بغايه الاهميه. لاول مره يطرح موضوع الطائفيه ودراسه علميه، ومن الواجب علينا ان نكون او ان نتحدى بالحيادة والشجاعة والجانب العلمي عند تحليلنا لهذه الظاهرة. أولا القول بأن أهل السنة كانوا مثاليين وأن أهل السنة كانوا لا يعتبرون أنفسهم ظالمين، هذا أمر طبيعي لأنهم كانوا هم الحكام وهم الذين يسيطرون على الحكم طوال فترة الدولة العثمانية وقبل ذلك. في زمن الدولة العثمانية اضطهدت الأقليات الدينية الإسلامية وخاصة الشيعة والعلمانيين والإسماعيليين، هذه حقيقة معروفة. لما زالت الدولة العثمانية وجاءت الدولة الوطنية الحديثة سارت بنفس الاتجاه، أتكلم عن المشرق العربي، سارت بنفس الاتجاه أيضا واضطهدت الشيعة بمختلف مذاهبهم. في العراق كان الشيعة يشكلون حوالي 50% أو 55% كان دورهم هامشية. في لبنان نفس المشكلة، في سوريا نفس المشكلة. أنا عملت سنة 1960 في جبل العربيين، كان هذا الجبل مهملا، ما في مدارس، الناس يشتاقون للتعليم. عملت معلمة في مدرسة خاصة أنشأها مهاجر عربي في الأرجنتين، فكان الناس يعني يشعرون بهذا. عندما قامت الانقلابات العسكرية في سوريا وجاء البعث إلى الحكم، من الذي جاء إلى الحكم؟ الذي جاء إلى الحكم أبناء الفلاحين الذين قاموا بانقلاب بثورة على تجار المدن وأرستقراطية المدن والإقطاعيين الذين كانوا يحكمون سوريا. لذلك هؤلاء استلموا السلطة، لما استلموا السلطة هؤلاء كانوا أيضا يريدون الانتقام من هذه الطبقة، تأمموا الأراضي والإصلاح الزراعي وغير ذلك. وكان هؤلاء كما تعرفون جاءوا من دير الزور، من حوران، من جبل الدروز، ومن العربيين ايضا. هذه الفئات كانت مضطهده، كانت مهمشه في زمن الحكم الوطني قبل قيام انقلاب 1963. بعد ذلك حصل الانقلاب، حصل الصراع بين هذه الفئات التي ذكرتها، بين اهل دير الزور واهل الجهه الحكوميه والمحوران من جهه وجبل الدروز الى اخره، استلم حافظ الاسد السلطه واصبح تقريبا الحكم ذو صبغه علويه، لانه القياده العليا كانت علويه. لكن من الطبيعي ايها الاخوه في ظل التهميش الذي عاشته هذه الفئات في العهد العثماني وطوال وعهود قبل ذلك ان يتمتعوا بالسلطه، يعني شعروا انهم جاءتهم الفرصه لكي يتمتعوا بالسلطه. اعتبرنا ذلك حكما طائفيا على الهجوم عليهم بمختلف
فعل يؤدي الى رد فعل معاكس وهكذا. من الظلم الحقيقه ان نتكلم، انا لا ادافع عن الحكم في سوريا ولا عن كذا، لكن من الظلم ان نتكلم عن انه العهد السني كان عهدا يعني ديمقراطيا وكان يعطي الحريه ويعطي المساواه للطوائف الاخرى، هذا غير صحيح. وما حدث على الساحه العربيه هو عكس ذلك، ومكانه العراق احسن مثال على ذلك. يعني اضطر الشيعه في العراق الى ان يتعاونوا مع امريكا ويتعاونوا مع غرب للتخلص من حكم صدام حسين ومن حكم اهل السنه الذين هيك كانوا يعتقدوا، اهل السنه الذين همشوهم طوال عصور طويله. يعني انا قرات مذكرات قاده الشيعه في العهد الملكي، حتى في العهد الملكي كانوا يشعرون بالاضطهاد، واستغربت ذلك. مع ان العهد الملكي يعني جاء بفاضل الجمال وجاء بعدد منهم اصبحوا رؤساء حكومات، لكن هذا الشعور لم يكن شعورا يعني كاذبا، كان شعورا حقيقيا. من الانصاف ان نتكلم عن هذا الوضع، وان ايضا نضع هذه التغيرات في اطار الصراع الطبقي، لانه في حقيقه كانت موجوده على الساحه السياسيه في سوريا وفي العراق وفي غيرها من المناطق. وشكرا. شكرا دكتور علي. دكتور محمد تفضل. تفضل دكتور. شكرا سيدي الرئيس. حقيقة أريد أن أشكر الزملاء على أوراقهم بسبب الوقت فقط عندي ملاحظة حول وقت دون الجروب، وهي لا شك قيمة في وقت يشارك فيه يعني استخدام الحرب الصفوية العثمانية لمن يجتمع فيها الداعية الهدف لتصنيع الطائفية وغير ذلك. ولكن أنا لاحظت يعني هو في يعني عبارة ما استخدم تعبير الصراع مع الدولة العثمانية باعتبارها دولة سنية، ولكن أنا عندما أتذكر يعني أن جال إيران كانت في 1514 عندما كانت معظم أراضي الدولة العثمانية في طرقان، ومعظم سكان الدولة العثمانية كانوا من غير المسلمين، لذلك من الصعب في ذلك الحين، وهذا قبل طبعا الفتح العثماني للبلاد العربية، وقبل وصول السلطان سليم إلى دمشق وحصوله طريقة ما على لقب حامل الحرمين الشريفين. فمن الصعب في ذلك الحين أن نوصف الدولة العثمانية بكونها دولة سنية، لذلك مثل ما يسمى الكلام استخدم تعبير تسنع وتسنين، كيف الدولة العثمانية فيما بعد أخذت أن تتسنى وتركز على هذا العنصر البدني. أنا معك كما قلت في أن الصراع سياسي على منطقتين مهمتين العراق والأناضول. طبعا الدولة الشيعية تشهد أو تنوه أنه لا وجود لدولة شيعية بدون العراق، ونفس الشيء لا يمكن أن تتخيل الدولة العثمانية بدون الأناضول، علما أن عاصمة الدولة العثمانية كانت فيها دبر ودخلت إلى اسطنبول وكانت أيضا في أوروبا، لذلك لا يمكن أن تتخيل دولة عثمانية بدون الأناضول. من هنا تغلغل الصفوي في الأناضول، وكان سهلا الاعتبارات الكثيره بحكم تركمان وغير ذلك، كان يمكن ان يهدد الدوله العثمانيه من اصولها. فاذا صراع سياسي كما قلت، ولكن في الوقت كان كل طرف بمعنى يعطيه البعض الذي يناسبه. شكرا. شكرا دكتور محمد. اذا في اي فضل. متخلفين الكلمة لدي فقط تفاعل مع ورقة الأستاذ محمد هامشي فيما يخص محاولته لتطبيق نظرية بنائية اجتماعية ونظرية الحديث العالم الدولية على مسألة إيران ونفوذ إيران. مدرسة بنائية اجتماعية يعني تقوم بدور الأرجية والهوية، لكن فقط كعنصر من العناصر في إطار ما يسمى بالفاعل الاجتماعي الذي هو بمناسبة فاعل أخلاقي لديه مصالح. إذا أعتقد أن
من التعسف والاعتقاد بان التوسع والنفوذ الايراني وراء الدخول عوده امبراطوريه الفرنسيه وامبراطوريه باريس وغير ذلك. هذه هي الطبقه القشره السطحيه الهويه هي، ولكن في العمق ما يحرك ايران ويحرك كل الدول هي المصالح الاستراتيجيه والسياسه بالاساس. لذلك هناك استمرار الان الحيط الاستراتيجي مع الولايات المتحده الامريكيه، لان الامور تتغير. لكن اعتقد انه من التاسف حتى بالنسبه للمدرسه الامريكيه لا تعتقد بوجود فرد واحد اللي هو الهويه. تنطلق جدا انه فاعل اجتماعي فعلا عقلاني يتحرك في اطار المصالح الاساسيه. شكرا لك دكتور عبد. شكرا سيدنا الشيخ جيسر. شكرا لما حكيها مقدم من الجهد، لكن لي تعليق عام وأقول لكم تعليق خاص. تعليق العام، هدف هذا اللقاء محاصرة الطائفية الحاقدة الموت المجرمة المتآمرة أم الاعتراف بوجودها وتأثيرها؟ يعني حقيقة نهدف نحن إلى مصلحة المجتمع ومصلحة الأمة، ونحقق من خلال هذه الدراسات والبحوث ما ينفع في رأي أي صدع موجود في هذا الجسم المتميز. في تحليل أيضا هذا التعليق المباشر الخاص على الكلام الأستاذ الدكتور السويدي، حركة الشعوب حركة الدول تتحكم في عوامل عدة، يعني لا تستطيع أن تأخذ البعد المذهبي وتنسى بقية الأبعاد. لاحظت في دراستك موضوع الحج وأهميته، لكن عندما بدأت الدراسة أشرت إلى أنه يستخدم خبراء ومختصين وعلماء من جميع المناطق العربية للتأثير المذهبي في إيران. ومن المعلوم تاريخيا أن هذه البلاد كانت تتبع مذاهب السنة. نتيجة هذا الجهد الذي قامت به الدولة الصفوية تم تشييع أعداد كبيرة من السكان بالضبط والإقناع بغير ذلك. فلا نستطيع بحجة وجود مصالح مشتركة ومصالح عليا أنه في هذا البعد. في تحليل أي بعد لابد من ذكر كل الأسباب المؤثرة فيها. ولذلك أنا أقول يا أخي الدكتور عن المحافظة أن الظلم الذي تعرض له الشيعة والفئات في بعض فترات من الدولة العثمانية عم كل الفئات، ويكفي أن نذكر عمليات الإعدامات اللي تمت في وقت الدولة العثمانية في سوريا. يعني لا نستطيع حقيقة أن نجزم بمؤثر واحد في تحليل القواعد التاريخية، لأن طبيعة المجتمعات الإنسانية هناك عوامل عدة تؤثر فيها. فنحن نقصد من هذا التحليل التركيز على الإيجابيات وأقبال السلبيات، وليس التركيز على السلبيات. إذا ركزنا على أن هؤلاء من حقهم أن يفعلوا ذلك، هل من حقهم أن يفعلوا ما يفعل الأهل من العرب بالنسبة للشيعة؟ هل من حقهم ذلك؟ كثرة فعل ما جرى معهم حتى لو سلمنا بصحة ذلك. نحن إذا يجب أن يكون هدفنا من التحليل هو تحقيق المصلحة لبناء مجتمع إسلامي متميز أو مجتمع عربي متميز يفكر في حقوق الكل ويسمح فيه بالحوار واعتراف الآخر وكل التحديات المطلوبه في هذا المجال. وشكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. شكرا لرئيس الجلسه وشكرا للاخوه المتحدثين. كنت اتمنى عن الدكتور محمد حشي وهو يتحدث عن ثوابت السياسه الايرانيه ومطالباتها أن يكون موضوعيا أكثر، أو يتحدث عن السياسة إيران الخارجية التي تنطلق أساسا من منطلق مذهبي فقط. وسأذكر له بعض الأمثلة التي هي في الواقع ملموس ومحاش. نحن لا نريد أن نجسد الطائفية، لكن لا نريد أن نغمض أعيننا ونقدم إيران على أنها فعلا كما تدعي وتقول بأنها هي دولة الممانعة وتكفي وجه الكيان الصهيوني والامريكي واستكبار امريكي وكل
كل قارئ للسياسة وقارئ للواقع يجد أن إيران حقيقة هي متحالفة تحالف قوي جدا مع الأمريكان ومتحالفة قوي من تحت الأرض مع الكيان الصهيوني، وكل هذا الخزعبلات العالمية لن يعني تبين الفكرة التي نعتقدها كمتعلمين ومثقفين متابع الأحداث. وأسأل عدة أسئلة وأثبت وأدلل على أن رأي إيران في السياسة الخارجية هي طائفية فقط. ما رأي إيران في دخول أفغانستان واحتلالها؟ ما موقف إيران من احتلال العراق؟ من الذي يحرك الفتنة الطائفية في اليمن الآن؟ من وراء الحوثيين؟ من وراء الحرب في سوريا مع أن الشيعة كما يعلم المتخصصون يكفرون العالميين ولا يعتبرون المسلمين؟ شو موقف إيران من النظام السوري ولمصلحة من؟ ما موقف إيران من البحرين؟ ما موقف العلاقات الخارجية؟ علاقة إيران مع كل دول الخليج مبنية على أساس الأقليات الطائفية الدفاع عنها والدخول في شأن تلك الدول ومحاولة ضغط كل الاتجاهات على أن هؤلاء الناس مظلومين ويجب إنصافهم ويجب أن يأخذوا حقوقهم مع المواطنين في تلك الدول ما في فرق بينهم وبين الدول الأخرى. الأخ الدكتور أحمد سلوبر، أنا كنت أتمنى أن تقول فتاوى من المطالبات الشرعية. أهل السنة لا يكفرون الشيعة بالجملة، والعلماء اللي ذكرتهم، أنا بدي أسألك سؤال. إذا واحد بيطرح فكرة بيقول أبو بكر وعمر وعثمان كفار، أنت شخصياً كدكتور شريعة ومتخصص في الحديث ماذا تحكم عليك؟ واللي بيقول إنه عائشة أم المؤمنين متهمة في قصد الإفك، أليس منكراً للقرآن الكريم؟ معروف فتاوى أهل السنة ويجب أن تلقى بمجموعة من المثقفين والمتعلمين بأنه ليست كما قيل أو كما نقلت فتاوى أهل السنة عن الشيعة، ولم يقل أحد بتكفيرهم على جملتها وإطلاقها، إنما علماء الأمة قالوا من قال بأن أم المؤمنين عائشة وقعت في الإفك والإثم ولم يبرئها كما برأها القرآن فهو كافر، وأنت بتقول عنه كافر وأنا بقول عنه كافر والدكتور عبد السلام العباد بقول عنه كافر وكل واحد قال القرآن بقول عنه كافر. طيب في الحديث الصحيح أنت بتعرف من كفر مسلما فقد باء بها أحدهما. إذا واحد جاء وأقام 140 دليل على كفر أبو بكر وعمر شو بتقول عنه أنت؟ فلذلك إحنا بموضوعية لازم يكون كلامنا متوقع يعني واضح. احنا ما بنكفر الشيعة على الاطلاق ونعتبرهم من اهل القبلة، لكن نقول من خلال فتواهم وعلمائهم ويوم انهم نهايه الفضائيات تبث مثل هذا الكلام وانت تتابعه وكلنا نتابعه وكلنا كل يوم نسمع تكفير الصحابه رضي الله تعالى عنهم وليس تفسيرهم. لم يقل احد بتكفير من فسق الصحابي ان الصحابي بشر يخطئ ويسيء. اخيرا الدكتور علي كلامك صحيح ليس على اطلاقه. ال 55 اللي اعلنتهم امريكا على وادي الشده كانوا من 38 شيعي في عهد الشهيد صدام حسين رحمه الله تعالى. 38 منهم شيعه كانوا قاده في العراق لم يكونوا مهمشين وكانوا واخذين كل حقوقهم، وكان صدام حسين قاسي على الجميع شيعه الرسول، كان كل من خالف ممكن انه يعد لابسط الاسباب كانوا مواطنين يعاملوا. لكن هذه الموجه الطائفيه التي مخطط لها عالميا اليوم هي جعلت قسمتنا بهذا الشكل وجعلت ايران هي الدوله التي تتبنى هذا الفكر واصابعها واضحه في العالم الاسلامي كله، اليوم تغزو افريقيا وتغزو جنوب شرق اسيا وتذهب لماليزيا وتذهب لاندونيسيا، احنا نضمد اعيننا ونقول ان احنا نحن طائفين، لا احنا نقرر حقائق وواقع على الارض. شكرا. شكرا. الان للساده المحاضرين كل منهم كما يشاء. شكرا جزيلا على الملاحظات. انا اود فقط ان اشير الى ثلاث قضايا سريعه. الاولى فيما يتعلق بالملاحظه حول فكره الدوله السنيه. الحقيقه 50 سنه الاولى من القرن السادس عشر التي قصدت بها الدوله السنيه، بمعنى اخر عندما بدات الدوله العثمانيه بالتوجه نحو المشرق العربي وتحديدا للحجاز والبحث عن شرعيه دينيه في الوقت الذي كانت تبين الدوله الصفويه عن شرعيه دينيه في نجف وكربلاء. ما تفضل به دعوة السلام صحيح، نحن نريد فهم الظاهرة
ان نزيل كثير من الغبار الموجود الان في الاعلام عن فهم الظاهر. عند استحضار التاريخ الصفوية نريد ان نقول للناس سواء في نسبة الخاصة او العامة، ثمة جوانب اخرى يجب فهمها ويجب اخذها بعين الاعتبار. لا يمكن فهم الصراع العثماني الصفوي الا بفهم قضية هضبة الاناضول، العراق، قضية المشروعية الدينية المتعلقة بالاحداث المتعلقة بالعراق، قضية الثروة، يعني في مجموعة من المعطيات مع بعضها البعض. فيما يتعلق بالحديث عن سياسة ايران انها تحكمها المذهب، انا لدي كثير من الامثلة، فقط اذكر ايران الحديثة والتي ارى، انا لا ارى يعني ان دولة الجمهورية الاسلامية الايرانية بالسلطة الدينية وبحضور الولي الفقيه ليست وليفة الدولة الصفوية، هي عبارة عن هناك رابط تاريخي كبير، بدون الدولة الصفوية لم تكن يكون جمهورية إسلامية، هذا يكون واضح، لكن هذا لا يعني استحضار التاريخ بالمنطق الذي يترك في المعنى الناس بالإعلام وبالطريقة السطحية. الآن عندما تتحرك إيران مثلا علاقتها مع أذربيجان، إيران تتحالف مع حكومة ضد الشيعة في أذربيجان، ضد الشيعة، يعني مع حكومة تضطهد الشيعة تتحالف معها إيران. وبالتالي يعني انا درست ايران وازعم بانني افهم تماما كيف يفكر صانع القرار السياسي الايراني. المذهب يشكل العامل الثاني او الثالث في حركتهم، هم يعتقدون انهم دوله قوميه ناضجه لها تاريخ عمره اكثر من 500 سنه، دوله حفظت حدودها 400 سنه لم تتغير منذ القرن السادس عشر، استحضرت دوله يزيد كانت دوله ساسانيه لديها هذا التصور. أنتم لا تنظروا إلى ما يقال من تصريحات مقتطعة، انظروا إلى السياق التاريخي، هم ينظرون إلى عمق تاريخي يستحضرونه في عظمتهم وسلوكهم أو هذه العظمة وهذه التاريخية التي يقدمونها. وبالتالي ليست القضية فقط متعلقة بتراث الصفوي، يعني ليس بالضرورة أن تراث الصفوي هو الذي يستندون إليه بشكل أساسي، هم ينظرون إلى مقر ذلك، ولذلك سموها أنها دولة قومية دينية وليست دولة دينية قومية. القضية الأخيرة التي أود أن أشار لها في ما يحدث الآن منذ عام 1979-79 منذ أن ظهرت الجمهورية الإسلامية في إيران، في الكتاب الذي سأذكر لي حديثا حول ظهور الدور السياسي للشيعة في لندن في لندن منذ الحرب العالمية الثانية، هنالك ما أسميه أنا مانيفاكتشر سيكتاريزم، هنالك تصنيع للمذهبية في المنطقة. هذا التصنيع كثير من الناس يكون جزءا من دون أن يشعر، بمعنى آخر الأصل أن الناس مختلفين، الأصل أن الناس لا يمكن أن يكونوا لونا واحد، الأصل أن الناس لا يمكن أن يكونوا على سوية واحدة فكريا، ولكن المشكلة ليست أن يكون سنية وشيعة، المشكلة عندما تدخل السلطة، علاقة السلطة بالثروة، علاقة السلطة بالمشروعية، عندما تدخل هذه العوامل الثلاث مع بعضها البعض تصبح هنالك مشكلة بين المسلم السني والمسلم السني، المسلم الشيعي والمسلم الشيعي، المسيحي والمسيحي، لأن هنا الإشكالية الكبرى. أنا أعتقد أن عمق الإشكالية فيما يتعلق بالمذهبية والطائفية في الدولة العربية الحديثة منذ الحرب العالمية التي نحن على أبواب الاحتفال بالألعاب المئوية لها، المشكلة الحقيقية تكمن في علاقة السلطة مع المواطن وعلاقة الدولة مع المواطن، وما هو هل هو مواطن أم تابع؟ هنا هذه المشكلة الأساسية بغض النظر عن الهوية الدينية والفكرية والسياسية. الأصل أن يكون الناس محترمون، وسواء كان ذلك مهما كان مذهبه حضاريا بدويا مسلما مسيحيا وغير ذلك. بقية القضايا الحقيقة تبدو نوعا من الاستخدام السياسي لها من فترة أخرى لإثبات شرعية ما ولإحقاق حق ربما غير صحيح أو إثبات باطل ربما أيضا قد يكون حقا. شكرا. هذا الدكتور محمود الدكتور محمد. جدًا شكرا على تعقيبين، طبعا أتفق تماما مع فكرة أن العامل الاجتماعي لتحليل السياسة الدولية هو عامل ضمن العوامل الأخرى التي يمكن من خلالها فهم السياسة الدولية، لكن أريد أن أؤكد عليه أنه أحيانا يصبح أهم من العوامل غير الاجتماعية، العوامل المادية أساسا، حتى المصالح أحيانا لا توجد بشكل مستقل عن الهوية، بمعنى أن الطريقة التي تحدد بها الدولة هويتها هي التي تجعلها تحدد مصالحها وتعرف مصالحها بشكل معين دون
دون شكل آخر. لدي تعقيب كذلك على علاقة فكرة التدخل أو تحريك المجتمعات أو الطوائف المحلية بمسألة إيران في الشرق الأوسط. يجب كذلك أن لا ننسى بأنه كما قلت في المداخلة الهوية لديها بعدان، بعد خارجي وبعد داخلي. البعد الخارجي قلت كيف تنظر، كيف تحدد الدولة هويتها ومصالحها من خلال الطريقة التي ينظر بها الآخرون إليها. يجب أن نستحضر هنا فكرة الدولة الفاشلة. نعم، عندما تكون لدينا دولة فاشلة الطوائف أو الجماعات المحلية داخل هذه الدولة تجد نفسها في حالة من الفوضى الناشئة في الوجه العربي، شبيهة بالفوضى على المستوى الدولي. هي سلطة مركزية عليا تسعى على حماية أمن هذه الجماعات. هنا لا أتكلم فقط عن الأمن المادي، ولا أتكلم كذلك عن الأمن الاجتماعي، أمن الهوية، أمن الانتماء إلى غير ذلك. عندما تجد هذه الجماعات نفسها في هذا الوضع فإنها تعتمد، تصبح تعتمد على نفسها، لأن لديها السلطة العليا التي من المفروض أن تعتمد عليها غالبا، لأن تعتمد على نفسها في حماية أمنها بين كونه المادي وكونه الاجتماعي. من الضروري أن ننتبه هنا إلى أن الكيفية التي تنظر بها الطائفة إلى الفاعل الخارجي، هنا نتكلم عن المجتمعات الشيعية وإيران تحليليا. الكيفية التي تنظر بها الطائفة إلى الفاعل الخارجي كحال وراعٍ لبقائها وهويتها وممكن لها في ظل الفوضى المحلية الناشئة تساهم بشكل أو بآخر في جعل الفاعل الخارجي يتفاعل معها ويحولها إلى جزء من هويته السياسية والخارجية. لذلك أجد بأن مقولة الطائفية التي يستعملها الفاعل الخارجي للتسوير التدخل تقابلها مقولة أنه يمكن أن تكون مجرد وضع محلي تستعمله الطائفة لتسوير استماع التدخل الفاعل الخارجي. وشكرا. أظن أننا نحتاج إلى مؤتمر لحصار الطائفية في أنفسنا قبل أن نحاصرها هذا على الآخر. يعني عندنا مشكلة في كثير من الأحيان في الخطاب الطائفي الذي نحن نعيشه، يعني أنا دارس الشريعة وأعلم أن كثيرا من المتخصصين في الدراسات الإسلامية لا يكادون يقدرون إلى خطاب طائفي، وهذا التشكيش يعني يناسب التدين الشعبي والتدين العامي. أولا أخطر مظاهر الطائفية ما ذكرته في البحث وهو موضوع انتقائي. يعني فكرتي كانت أن ديمتماندا شارل وصفت كان يعني فيه نوع انتقائي في الفتاة، ولما جاء على القاضي بدل الموضوع ليس كذلك. فنفس الشيء كيف نتكلم عن إيران الآن كما تفضل الدكتور محجوب، هي انتقائية تماما. يعني أظن لو يعني كتاب طبعته طبعه المنهج العربي للتيارات السياسية في إيران بطرفات مسلمة، أي شخص يقرأ هذا الكتاب ليفهم تماما أن إيران فيها اختلافات شديدة في الداخل. هي ليست جزء واحد، وليس الشيعة جزء واحد وطائفة واحدة. نعم الشيعة يقول كذا والشيعة يقول كذا. فالانتقائية التي في نفوسنا عنه وهذا المنبوه الواقع والإعلام هذه هي الطائفية، لأن فيها ظلم. إذا نحن عرفنا الطائفية بأنها ظلم آخر أو تعدي عليه، الانتقائية ظلم. يعني يمكن لشخص أن يأتي إلى أهل السنة ويقول داعش من أهل السنة، هي خطابها سنة داعش، وداعش لا تمثل السنة. لكن ممكن لشخص إيراني أن يقول انظر أهل السنة ماذا يفعلون بفلان وفلان. ف يعني هذه الفكرة في موضوع الظلم والانتقائية. الله أكبر. نحن غير قادرين عن الإدراك بالعامل السياسي
في الطائفية. نعم أنا قلت بشكل واضح أن هذا لا يهدف إلى القول بأن ليس هناك طائفية. كل ما يراد في هذه اللجنة هو إيضاح الدور السياسي في الطائفية، وهذا ما قدر به الأخوة ونحاول أن نتكلم عنه. هذا وعيد نحن لم يكن هنا أحد من المواضيع العثمانية والقوى المثالية إلى آخره. نعم، ولكن إذا نحن أنكرنا الدور السياسي في الطائفية فنحن نعود وسنبقى في هذا الجو الطائفي ولن نغادر. أما بالنسبة للإيطالية فتفضلت بحضرتك عن وضع مثلا بعض مناطق في سوريا، صحيح. أما مثلا ما هو الوضع الاجتماعي والكروي إلى آخره، أما هل كان هناك مدارس في الجبال العربية؟ هذا شيء صحيح 100%، ولكن في نفس الوقت هل كانت بقية القرى والضيع في سوريا كانت مزدهرة؟ كان فيها مدارس؟ كان فيها ماء وكهرباء؟ ونحن نذكر الضيع ونأتي إلى المدن، بما أننا تكلمنا عن المنطقة يعني القرى والمدن. هل كانت المدن السورية مدن مزدهرة وكان فيها مدارس والأحياء الفقيرة كانت يعني شيء غريب؟ فعندما نتكلم عن الوضع بشكل علمي اجتماعي لننظر إلى سوريا في جميع مناطقها، ليس فقط منطقة حوران ومنطقة العالمين. سوريا كانت في وضع سيء جدا. فمرة أخرى ليس إنكارا بما كان يحدث للأقليات سواء كانوا من العربيين أو إلى المسكين أو إلى آخره، ولكن هل كان الوضع بشكل عام يركز فقط على هذه الأقليات الطائفية أم كان الوضع لسوريا بشكل عام؟ وعيد مرة أخرى التبيين ما أتينا فيه من هنا إلى هنا هو فقط لتبيين دور السياسة في الطائفية. إذا أخذنا هذا الدور سنبقى في الطائفية إلى الأبد. شكرا. أنا اسمحوا لي بس أضيف نقطة. لو ترجعوا على مشروع تدير اللي هو Minority at Risk، وهو دراسة لكل الأقليات والطوائف في العالم بالمؤشرات الكمية، لما تشوف آلاف الجداول، لما يجي على المنطقة العربية تجد فراغ. يعني يقول لك العلويون يسيطرون على السلطة في سوريا أو في كذا أو في، لكن لما تيجي تشوف طيب كم نسبتهم في البرلمان، كم نسبتهم في ضباط الجيش، كم نسبتهم، ما في أرقام دقيقة في كلام. فالحقيقة كثير من ما يقال هو انطباعات لا تدعمها مؤشرات كمية على الإطلاق. حتى الإسرائيلي هذا إبراهام تامين اللي عمل عن سوريا والعراق وبقية الدول العربية، نسبة الطائفة في أجهزة الدولة، يعني كم نسبتهم في المخابرات بعرف، كم نسبتهم في ضباط الجيش بعرف، كم الفرق في عدالة توزيع الدخل بينهم وبين الآخرين بعرف، كم نسبتهم في المحافظين بعرف. الحقيقة هاي المسألة بتخلي جزء من الجدل مش مسنون سند علمي. أنا أعتقد أنه من الضرورة أن يساهم الباحثين بشكل أو آخر في محاولة سد هذه الفجوة. لما تحكي عن العراق، الكل أنه كان نسبة الشيعة في القيادات أيام صدام كان نسبته، ما في أرقام، ما في مؤشرات كافية. إذا الهوى مع صدام بقول كانوا الشيعة موجودين وما كان شيء، وإذا الهوى ضد صدام كانوا مطالي. الحقيقة يعني أنا أتهم الكتابات العربية في أنه كثير من الأحيان ليس لها سند كمي يدعم الحقيقة. لا أقول أنه ما تقول غلط، لكن أنا كيف سأقتنع إذا كانت نسبة المؤشرات الكمية لهذه المسألة ليست موجودة؟ على أي حال أنا أشكركم جميعاً، أشكر الباحثين وأنتم مبرورون للقدر، وشكراً.